من جديد أهلا بكم مشاهدينا. أكثر من 90 فتاة يتدربن على البرمجة وتصميم المواقع والأمن السبراني في معسكر تبيان في مدينة بريدة. إذن التفاصيل من هناك مع الزميل أحمد العثمان. فاطمة التمام الفتاة التي امتهنت تسويق بضائع الأسر المنتجة على حساب في الإنستغرام لتعمل على تطوير مشروعها ليصبح موقعاً إلكترونياً واسعي الانتشار، ومثلها أخريات أصبحنا يعتمدن على العمل في المتاجر الإلكترونية. أنا لي سنة كذا بادية بموقع إلكتروني، طبعاً أسر منتجة، أبيع حلويات، فكان عندي دافع أني أتعلم البرمجة عشان أكون لي أو أسوي لي موقع خاص فيني، فحاولت أني أتعلم تعليم ذاتي. بديت أنا بسيطة في الإنستغرام، وفكرت أنه بفكرة الموقع أني أجمع الأسر المنتجة بحيث أنه يسهل التواصل معهم. عندي شغف بهالمجال هذا، بما أنه لغة العصر بما يتوافق مع رؤية 2030، تمكين المرأة، برمجة، كله متوافق مع رؤية 2030، فحبيت أستثمر بهالمجال. سوق العمل محتاج فرص وظيفية خصوصاً من السيدات، الآن هذا عصر تمكين المرأة. تتدرب تلك الفتاة ضمن أكثر من 90 متدربة على البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني في معسكر تبيان في بريدة، معززاً لهن الخوض في سوق العمل، حيث تشغل المرأة السعودية نسبة تصل إلى 22% من سوق العمل في المملكة. معسكر تبيان البرمجي التقني أول معسكر في منطقة القصيم، طبعا يستهدف لي ثلاث أشياء، مسارات مهمة. المسار الأول هو الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، وأيضا العلم البرمجة سواء كان في الويب سايت أو الأبليكيشن. يستهدف هذا المعسكر بعد تخرج من العلم البرمجة أو الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، بعدها إلى توظيف لسوق العمل، أو إحنا تدريسنا في المعسكر يستهدف سوق العمل. يتلقين تلك الفتيات دورة تدريبية على احتراف التصاميم والابتكار في عالم التقنية بشهادات معتمدة ومنتهية بالتوظيف، والذي يواكب التطور ويدعم المرأة للعمل وفق رؤية المملكة 2030. أحمد العثمان، MBC بريدة.